أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبان کے مہینے میں 7 دعائیں ضرور پڑھیں. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إن مع العسر يسرا. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. أستغفر الله. إن مع العسر يسرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن مع العسر يسرا. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. إن مع العسر يسرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. إن مع العسر يسرا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن مع العسر يسرا. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واشفني واجبرني. إن مع العسر يسرا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إن مع العسر يسرا. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. أستغفر الله. إن مع العسر يسرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن مع العسر يسرا. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. إن مع العسر يسرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. إن مع العسر يسرا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن مع العسر يسرا. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واشفني واجبرني. إن مع العسر يسرا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إن مع العسر يسرا. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. أستغفر الله. إن مع العسر يسرا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، إن مع العسر يسرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، إن مع العسر يسرا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إن مع العسر يسرا. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واشفني واجبرني، إن مع العسر يسرا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إن مع العسر يسرا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله، إن مع العسر يسرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن مع العسر يسرا. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، إن مع العسر يسرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، إن مع العسر يسرا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إن مع العسر يسرا. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واشفني واجبرني، إن مع العسر يسرا.